طريقة وكيفية حل المشكل. تطبيق تيمو غير متوفر في جهازك، قم بالضغط هنا على تطبيقات، بعدها سنقوم بالضغط هنا على تطبيقات، ثم سنقوم بالضغط هنا على تطبيق تيمو، بعدها سنقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، من ثم سنقوم بالضغط هنا على الموافقة، بعدها سنقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، من ثم سنقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقت، ثم سنقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سنقوم بالبحث عن تطبيق تيمو سيظهر على هذا الشكل، وعندما تجدونه هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم تيمو. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة.